أحكي لبتين مندوبة جهوية بشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بولاية نابل. بالنسبة لولاية نابل في برنامج وطني إيداع العائلي للأسر، معناتها للمسن داخل الأسرة، عندنا 13 مسن يتمتعون معناتها بخدمات اجتماعية، عندهم منحة قارة شهرية 350 دينار. بالنسبة للمسنين نتاعنا إن شاء الله يقع معناتها من خلال الفريق المتنقل اللي احنا عملنا اتفاقية مع المكتب نابل للتربية الأسرة، باش يقع زيارة معناتها زيارات ميدانية، إزداء خدمات اجتماعية وخاصة الصحية. وإن شاء الله احنا نأملوا باش نضيفوا زادة ملفات أخرين، هما ديجا في الولاية عنا 6 ملفات، إن شاء الله معناتها يقع دعم نتاعنا ويكون عدد أكثر باش نرافقوا أكثر المسنين داخل الأسر نتاعهم.